سلامات سلامات، نهار جديد نهار كبير. مرحبا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. موضوع ديالنا اليوم يكون على الطاقة الشمسية. يوم أدرك ما الطاقة الشمسية التي أصبحت مؤخرا في المغرب وانتشرت بوتيرة سريعة، أصبحت بديلة الغاز الطبيعي والبترول وإلى غير ذلك من المحروقات. خليكم معنا باش نعرفوا مراحل تركيب الطاقة الشمسية من A إلى Z. خليكم معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كاين موجود دابا الارضيه ديال ستركتور، خليكم معنا. الآن في مرحلة ديال تركيب ستركتور. حنا في المرحلة الثانية دابا كنفيكسيو ستركتور باش يشد مزيان، بطبيعة الحال بالبيطون باش ما يتحرك ولا يديه الريح، وابخي ندوزو لمراحل اخرين. خليكم معنا.
بالنسبه للزاويه اللي كنبزيو عليها على حسب الالواح الشمسيه من بين 28 حتى 35 درجه كتختلف من بلاصه لبلاصه مختلفه حسب المكان حسب خطوط العرض ديال الكره الارضيه. مثلا عندنا في المغرب ما بين 28 حتى 35 وفي هذه المنطقه ركبناهم على 28 ديغري. ما بين طشية وطشية على الأقل 40 سنتي 50 سنتي دراع ذاك. من بعد ما صبغنا كامل ستركتور بلينوكس دابا ندوزو مرحله الفيريفيكاسيون ديال ستركتور كامل. مرحله الطاقه الشمسيه الى الطاقه الكهربائيه كيفاش تحويل الاشعه الشمسيه اللي كتضرب في لي بانوسوي الالواح الشمسيه اللي كتحول من بعد الى تفاعلات كيمويه باش تعطينا طاقه كهربائيه. بسم الله. من بين مميزات او الايجابيات او الفوائد ديال الطاقه الشمسيه انك كتولي كتربح الطاقه مجانيه واخا كتكون هذيك عامين الاولى ولا 3 سنين مكلفه شيئا ما، من بعد كتولي طاقه مجانيه. وثاني حاجه صديقه للبيئه اي طاقه نظيفه ماشي بحال البترول كيلوث الجو كيلوث البيئه. هذا مكان. دابا ندوزو السلبيات ديال الطاقه كليكم. ومن بين المعيقات او السلبيات ديال الطاقه الشمسيه كتطلب واحد المساحه في الضيعه الفلاحيه ضروريه او المكان فين غدير تركيب الالواح الشمسيه ضروري من مساحه. ثاني حاجه الطقس ما مستقرش الا كان الجو مغيم ولا الشتاء كيكون نسبه الانتاج ديال الطاقه ضعيفه. الحاجه الثالثه اللي هي ضروريه هي التكلفات ديال الطاقه الشمسيه التكلفات ديال هذا المشروع اللي غدير. ولكن في ظرف عامين ولا 3 سنين غترجع هذاك النسبه الا مثلا كنتي كتستعمل الغازوال او الغاز الطبيعي الى غير ذلك. النسبه اللي كتستهلك في ظرف عامين ولا 3 سنين يمكن تردها. هذا مكان. اي ملاحظه او اي سؤال حطوه في لي كومونتير ومرحبا بكم. استودعكم الله الذي لا تدع ودائعه.